هي المقاعد الاربعه دي فاضيه ليه يا اولاد؟ اصل اللي بيقعدوا هنا لازم قبل ما يدخلوا يشربوا شاي عند مستر ابو الدبل. شوف انا قلت لك اقعد يا ولد. قيام، انا هتغاضى عن كل اللي انت قلته وخلينا في لازمه دهيا ليه احساب تاني معايا. جلوس. حلوه قوي، اشربوا شاي. ماشي، ده اني هشربهم من كعانهم، ده اني هدوقهم اللي عمرهم ما دقوه. اما كنت اوريكم انتوا الاربعه اكتر اربعه عملوا لي خلل في نفوخي، بس برضه مش هستسلم. انا مش هستسلم للاربعه دول. عموما اعملوا حسابكم ان في امتحان تاني في عمكم عنتره بن شداد. ما هو انتوا لازم تفهموا عنتره كان بيقول ايه، يعني لازم تفهموا عنتره كان بيقول ايه. هنفضل متذنبين كده في الحوش كتير، هنعمل ايه؟ دي اول مره تحصل. انا بقول نطلع وناخد المحاضره وخلاص. احنا لازم نعمل وقفه مع الجده ده. تعالى نشكيه في الاداره التعليميه. يا عم ده ولد حوا معاه شكوى في اسم الشرطه، وانا اللي كنت متعاطف معاه. والله لو انا حطيته في دماغي لشرب المدرسه دي بلا رجع. ها كان غيرك اشطر، تحس ان الجدع ده جاي لنا مخصوص. يعني هو ما يجيلناش غير واحنا عندنا شهاده ما يعلمش بيها الا ربنا. يعني انا شيرت له فيديو يوديه في 60 داهيه وبرده مفيش فايده. نعمل معاه ايه الجدع ده؟ انا اقول لكم انتوا تعملوا ايه. انتوا كل واحد فيكم يروح حالا على فصله، لا اما هبعت اجيب اهاليكم ونروح بقى كلنا نشرب شاي مع بعضينا، ولا اقول لكم خليكم زي ما انتوا انا نازل لكم. نرجع للدرس تاني. لا تسقني ماء الحياه بذله. يا استاذ مازن. قيام يا حبيبي. اتفضل يا استاذ اقرا لنا. يعني ايه اقرا يا استاذ؟ يعني ايه تقرا؟ يعني مثلا تفهمنا وتعرفنا وتشكلني وتعرفنا انت عديم الفهم يا ولا. اقرا يعني تقرا اللي في الكتاب. بس احنا ما تعودناش على كده. لا يا اخويا، من هنا ورايح في نظام تاني خالص. اللي انت عرفته زمان حاجه واللي جاي عليك حاجه تانيه تماما. اتفضل اقرا. لا تسقني ماء الحياه بسله. الله، بسله. يا سلام عليه، مع شويه جزر وحتتين لحمه كده. الله عليك يا ابني، بسله. البسله دي يا حبيبي اللي الست والدتك بتعملها لك في البيت وانت راجع كده من المدرسه جعان وهفتان. الله يمسيكي بالخير يا امي، كانت بتعمل شويه بسله. بس يا ولا عشان ما تفتحش نفسي اقعد يا ولا. حاضر يا استاذ. استاذ طارق. طارق انا حضرتك؟ ايوه استاذ حضرتك. وفي غيرك عندنا؟ لا يا استاذ. طب يا حبيبي احنا اسفين جدا ان احنا ارهقناك وتعبناك معانا، وبنقول لك قوم اتكلم. ممكن تقرا؟ توقفت لحد فين يا مازن؟ وقف لغايه البسله، وكان عايز شويه رز معاهم وحتتين مخلل وطبق. اقرا يا ولا. لا تسقني ماء الحياه بذل. الله، ايه ده؟ ما شاء الله، واحد من كل دول بدا يقول حاجه صح. ما هو فعلا طريق الالف كيلو بيبدا بخطوه. ما شاء الله عليك يا ابني، ما انا فرحان فرحي. كمل كمل يا حبيبي كمل. بل انت اللي بنيت الفصل باللي فيه يا اخي. حرام عليك، ده انا ما صدقت ان واحد يطلع نافع فيهم. مالك يا ولا عطلت لي ولسانك اتعقد ليه؟ اتفضل اقعد اتفضل. حرام عليكم، انا تعب. بس بقى علينا مش مشكلة، أمري لله. عيد الدرس من أول وجديد.